من أشهر الأطباق الصيفية اللي كان بغيو نحضروا، ولكن بزاف ديال المرات سنعجزوا لأنه المكونات ديالها كثيرة، التقنية ديالها كذلك شوية صعيبة وكتاخد بزاف ديال الوقت في الطياب، وأكيد منين كان بغيو نوجدوها تلقاو بزاف ديال المعاناة عندنا في الكوزينة. البايلا اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير بايلا إكسبريس، كتجي من ألد ما يكون وماشي بالضرورة بمكونات معقدة. تابعوا معايا. اختاريت بايلا بفواكه البحر وبالحوت، ما كاينش يعني فواكه البحر، من كنتكلموا على فواكه البحر اكيد غادي نلقاو بوزروق وغادي يكون فيها لي كلامس واشياء من هذا القبيل. لا انا كنعتمد على ثلاثه ديال المقادير اللي هي يا متوفره تقريبا في كاع الاسواق. الحوت، هبره ديال الحوت بيضه، انا هنا عندي الحوت ديال الدبدوب، خديت تقريبا واحد الفيلي فيه شي 400 غرام. عندي القمرون، ربعة ديال القمرون قشرته وخديت داك القشور ديالو ودرتهم مع الشوك ديال الحوت كيتسلقوا، مع الثومة، حبة ديال الخيزو، واحد الراس ديال البصلة، بالإضافة لأعشاب منسمة. هو ده عندي، لأنه هذا هو السر ديال البايلا اللي كتكون ناجحة ولذيذة وكتجينا معلكة. علاش؟ لأنه السلسول ديال الحوت يكون فيه جيلاتين، ماشي بالضرورة حنا نشريو الحوت، يمكن لينا نطلبوا من مول الحوت، هو ملي كيوجد لي فيلي تيكون عنده هذا السلسول وتيكون عنده الشوك، تيكون عنده الراس، يكون غير جديد، هو يمكن له يعطيهم لكم. ما كانشي كتستعملوا القشور ديال القمرون. فهنا عندي القمرون، هنا عندي رجلين ديال لي طونتاكول ديال الكالامار. من كنشريو الكالامار انا كنحتفظ بهاد لي طونتاكول، كندير بهم اطباق جانبيه، اليوم غادي نوظفهم في تحضير ديال البايلا. وهنا كيف ما قلت الحوت ديال الدبدوب، رجلين ديال الكالامار، عندي الكروفيت هكذا مقشر، عندي الكروفيت بالقشور ديالو، هذا للتزيين. بالنسبه للخضره كناخذوا الخضره اللي متوفره عندنا، انا كان عندي خيزو، خديت حبه ديال الخيزو، كاين عندي القرعه وعندي جلبانه في المجمد، بالاضافه للروز، مطيشه ديال الحك، عندي الثومه، عندي الفلفله بجوج الاشكال، وعندي القزبر وزيت الزيتون، بالاضافه لوراق ديال الرند والعطريه. غادي نبداو. اول حاجه اللي زعما انا بالنسبه لي تاخذ لي الوقت، هي غادي نشحر البصله في زيت الزيتون حتى كتبان مزيان. قطعت الفيلي ديال الحوت طراف، قطعت القزبر، درت النص ديالو مع الحوت والنص الاخر خليته على جنب حتى نزيدو في الرز، حكيت عليه درس ديال الثومه. غادي نخلط هذا الفيلي بحال هكذا. في الاول بديت بالبصله، درت زيت الزيتون كميه مهمه تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، درت فيه بصله محكوكه، شحرتها، بعد ما تشحرت مزيان ضفت عليها معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، شحرت هذاك مطيشه الحك مع البصله. من بعد وليت ضفت الرز، خليته حتى تخلط مزيان مع هذاك المكونات، وليت ضفت القزبر مقطع اللي بقى لي. عندنا غير البصله مع زيت العود مع داك مطيشه الحك مع داك شويه القزبر والرز، الريحه زوينه بزاف. غادي نزيد جلبانه، نضيف خيزو القرعه خضراء، نضيف نصف الكميه ديال الحوت تقريبا لي 3 كار، نخلي غير شي طريفات باش غادي نزوق، خلي شي هكذا ثلاثه ولا اربعه ديال الطراف باش يجيو في الوجه ديال الطبق. كذلك هنايا غادي نخلي شي شويه ديال لي طونتاكول عندي هنا، نزوق بهم الوجه، والشي الاخر غادي ننزلو. بالنسبه للقمرون هكذا طريفات مقشر عفوا، كله غادي يمشي مع الرز. كنخلط هاد المقادير كلها باش تكون مخلطه بشكل متساوي، كتجي معلكه، لانه السر ديال البايلا انها تجي معلكه. انا كندير فيها داك شويه ديال مطيشه الحك تتعجبني، كتجي محمضه وتجي لذيذه. غادي ندير الملحه، ندير البزار، الا عندكم زعفران شعره، هو زعفران شعره تيقاد البايلا، الا ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا شويه ديال الخرقوم. غادي نزيد جوج ورق ديال الرند ونمرق بالكميه ديال المرق الكافيه اللي غادي يطيب ليا الرز. زوقت الوجه ديال البايلا بالقطع ديال الحوت اللي بقى لي مشرمل، درت داك رجلين ديال الكالامار، الفلفله حمراء وخضراء، لي كروفيت اللي ما مقشرينش حاولت نزلهم بواحد الشكل جميل على الوجه ديال البايلا. وملي كتغلى تنغطيها، غادي نخليها كطيب على عافيه متوسطه حتى العافيه مهيله، باش يلا كطيب على خاطرها وكتعلك، ونعاودو نتلاقاو باش غادي تشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي بعد ما كطيب.
ملي كطيب البايله كنحرصوا دائما اننا نزولوها من فوق من العافيه وهي باقي فيها شي شويه ديال المرق، خاصها تكون معلكه. كنحيدوها تنزلوها على جنب وكنقدموها مباشره مزينه بشرائح ديال الحامض. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ديال بايلا اكسبريس، شفتوا معايا الا كانت غير المكونات متوفره. طريقه ديال التحضير كتبقى بسيطه، اهم حاجه كنركز عليها هي المرق ديال الحوت مع القشور ديال القمرون، هو اللي كيعطي اللذه كامله والنكهه لهذا الطبق. نتلاقاو في حلقه اخرى وصفات جديده، الى اللقاء.